طب ما الموضوع طلع سهل وحلو اهو، هتجيب الميه وتغليها وتتبليها وعلى الفراخ على طول هتنزلي بيها. تابعوا معايا الفيديو للاخر لان حقيقي فيديو النهارده مليان اختراعات وكمان مفاجآت. يلا مع بعض نبدا ونقول بسم الله، بس ما تنسوش تشجعوني بلايك كتير. حله كده كبيره عندك فيها ميه تكون كتير، هنضيف كركم وكاري وحبهان ورق غار وكمان قرنفل، وهنضيف ليهم كمان معلقه من المرقه الفوريه، هضيف ليهم كمان نص معلقه صغيره من السكر، وكمان زودي الملح واظبطي الملح بتاعك شويه. في الوقت ده كمان بتبقي محضره بصلايه كبيره متقطعه معاكي بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده، هتنزلي بكل المكونات دي مع بعض وتسيبيها تغلي مدة كويسة كده على النار لحد لما البصلاية تدبل معايا شوية. بصوا بقى النهاردة أنا عاملة التتبيلة ديت لأي نوع فراخ عندك، يعني عندك أجنحة زي ما أنا عملت، عندك دبابيس، عندك فرخة كاملة عايزة تقطعيها، براحتك اللي عندك هتنفع. هتروحي جايبة كل الخليط اللي احنا عملناه ده وهو سخن بيغلي وتنزلي بيه على الأجنحة، تسيبيها لحد لما تبرد خالص، قولوا مثلا يعني ايه نص ساعة كده. في خلال النص ساعة دي تعالوا نعمل بقى باقي الوصفة بتاعتنا. هتجيبي كوباية ونص من المية، هتضيفي عليهم نص بصلاية مبشورة بالشكل ده، كمان هتضيفي عليهم 3 فصوص ثوم مهروسين وعليهم شوية فلفل اسود كده حلوين، وكمان هنضيف عليهم مكعبين من المرقة الفورية. طيب المكعبين اللي احنا ضفناهم دولت ليه كوبايتين من الرز، اصل احنا دلوقتي بنعمل الرز الريزو. الرز الريزو دوت انا اتحدى اي حد يعمله ويقولي ده مش نفس الطعم اللي بنشتريه من اكبر المطاعم، ده تحدي يا جماعة. هتسيب بقى كل الخليط ده على النار لحد لما البصلية تدبل معايا، وفي الوقت دوت هتضيفي ليه الصلصة الحارة او الهوت صوص معلقتين كبار ومعلقة واحدة بس من الصويا صوص. طبعا زي ما قلت لكم انا النهارده بعمل لكم المقدار دوت لكوبايتين من الرز بس، الرز المصري المغسول ومتجفف، وهتنزلي بيه على الخليط اللي احنا عملناه وهتسويه تسويه الرز العادي. نكمل باقي وصفتنا. هتجيبي طبعا عندك حله، هتضيفي كوبايه كبيره من الدقيق، عليها نص كوبايه من النشا، وهتبهري الدقيق ده. هتبهريه بايه؟ هتبهريه بفلفل اسود ومرقه فوريه، كمان كاري وكركم وملح، وكمان هنضيف نص كوبايه من الفيجيتار. الفيجيتار ممكن تشتروه من السوبر ماركت او تشتروه سايب من عند العطار زي ما تحبوا. هتجيبوا طبعا الاجنحه بتاعتنا وتروحي مصفياها كده من الخليط اللي احنا كنا عملنا فيها، وتنزلي بيها في الدقيق المبهر اللي احنا عملناه. طيب هنا بقى ركزوا معايا، بصوا يا جماعه انا النهارده لما عملت الاجنحه ديت سبتها نص ساعه بس في الميه المغليه دي. طيب انا لو مثلا عامله وراك، الوراك والدبابيس هياخدوا مده اطول، يعني تسيبيها اكتر من نص ساعه. طيب الخطوات اللي انا بعملها دي ممكن تعمليها كذا مره، يعني تاخدي من التتبيله تحطي في الميه تاني، وتاخدي من التتبيله تحطي في الميه تاني، علشان تاخدي الشكل الكريسبي اللي انت عايزاه. في الوقت دوت كمان بتسيبيها شويه في الفريزر كده ترتاح شويه، وتعالوا نعمل مع بعض سلطه الكولسلو بتاعه المطاعم. جزريه بشرتها في الكبه، عليها نص واحده بس من الكرنب، الكرنب بتاع السلطه يا جماعه مش الكابوتش خالص، لان الكولسلو بتتعمل بالكرنب السلطه مش بالكابوتش خالص. وتروحي بقى عامله التتبيله بتاعتك، معلقتين من الخل، عليهم كوبايه من الزبادي، فلفل اسود او ابيض لو عندك، كمان ملح وما تزوديش الملح. وانا هنا عشان عندي عسل ابيض فضفت معلقتين كبار، ما عندكيش عسل ابيض انا غالبا بعملها بالسكر مفيش مشكله. في الوقت ده كمان بضيف لها 3 معالق كبار من المايونيز. مايونيز هنا مهم لوصفتنا، مهم. هتقلبي كل المكونات دي مع بعضها، وتروحي ضايفه عليهم الجزر والكرنب، وتقلبي تقلبتين. طبعا سلطه الكولسلو متاح معاكي ان انت تحتفظي بيها في الثلاجه مده لا تقل عن اسبوع، مش هتقول لا وهتبقى معاكي بالشكل ده، لا بالعكس كمان، ده انت كل ما تسيبيها في الثلاجه كل ما تديكي طعم حلو قوي. طبعا دي الاجنحه بتاعتنا، تعالوا نشوف طريقه التسويه، مهمه جدا وركزوا معايا. حل عندك وتمليها زيت يغطي الاجنحه، فاهماني ازاي؟ بعد كده الزيت دوت بيكون غزير وبيكون ساخن جدا. اول لما تنزلي بالاجنحه تخلي النار متوسطه، ما تقلبهاش خالص لحد لما تاخد لون. اول لما تاخد لون تبتدي ان انت تقلبي فيها كل شويه، كل شويه رايحه جايه كده تقلبي فيها لحد لما توصلي لدرجه اللون الذهبي ده، وتتاكدي ان الاجنحه استوت بنسبه 100%.
كده هي تمام وخلصت. بنروح بقى نشوف الرز الريزو الرائع اللي انتوا شايفينه معايا ده. وده تحدي يا جماعة، الرز ده طعمه فعلا زي اللي بنشتريه من المطاعم. طبعا سلطة الكولسلو مش قادرة اقول لكم، تعالوا اسمعوا كمان القرمشة. انا كده خلصت فيديو النهاردة. لو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير وشير كتير، بحبكم قد كده اهو. اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.